السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيادي لكم يا جماعه حاجه كل الناس النواطن. النهارده لو هنتكلم يبقى هنتكلم عن هتلر المرعوب. هتلر انا مسميه هتلر المرعوب لان كان بيخاف جدا وكان مفيش شراسه خالص ومفيش اي حاجه من دي. الحمد لله هتلر دلوقتي بدا يتحول وبدا يشتغل معاه تمام التمام. بالنسبه للطاعه الكلب بقى بنسبه 100%، لكن الشراسه لسه النهارده هنبدا نحكم عليه. وزي ما انتم عارفين ان انا كنت الفتره اللي فاتت دي كلها واقف في المزرعه علشان شويه التوضيب اللي احنا كنا بنعملهم، رجعنا النهارده تاني نعيد تدريبات ونكرر على اللي كنا بنشتغل عليه، وهنتابع معاكم اول باول مع كل كلب. طبعا مش هتحتاج ان انت تدور على كلبك، هتلاقيه عندك في الفيديوهات، هتتابع عليه وتشوف اخباره ايه وتوصل لاخباره، تطمن عليه صحيا ونفسيا والتدريبات بتاعته كمان. تعالوا نشوف هتلر المرعوب ده وصل لايه واخره ليه. هتلر كلب روك كان جميل ده بيخاف جدا. تعالوا نشوفوا كده لما اسلام يخش ايه اللي هيحصل. ولا الكلب هيخاف ويرجع تاني له. تابعوا معانا وباذن الله هتشوفوا حلقات جميله جدا تعجبكم. تحياتي ليكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.